أطفال اليوم شباب الغد ورجال المستقبل وشريحة مهمة يعتمد عليها في طريق النهوض بقيمة الوطن فكريا وثقافيا. الطفولة رهان الحاضر وتحديات المستقبل، عنوان اتخذه المؤتمر العلمي الدولي التربوي في نسخته السادسة التي نظمتها كلية التربية أبي عيسى بجامعة الزاوية. باحثون يقدمون أوراق علمية تتعلق بشعار المؤتمر، تدور هذه الأوراق في مختلفة حول الطفولة. البحوث المقدمة ما لا يقل عن 30 بحثا، تتناول كما ذكرت هذه البحوث، تحوصل كل ما تعانيه هذه المرحلة العمرية الخطيرة. المؤتمر الذي تستمر فعاليته ليومين ببيت الثقافة بمدينة الزاوية، حضره عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والمهتمين من جامعة طرابلس وبنغازي وسبها والزنتان وغيرها من الجامعات الليبية، ليشاركوا بورقات علمية بحثية في محاور المؤتمر. يأمن المشاركون في المؤتمر إلى اهتمام أكبر بمثل هذه المحافل العلمية، وخاصة بشريحة الأطفال، ويأملون أن ترفع توصياتهم للجهات ذات الاختصاص والعمل بمخرجات مؤتمرهم الدولي والشروع في تطبيقها. مشاركة بورقة حول معايير جودة المحتوى التعليمي لمنهج الطفولة أو منهج رياض الأطفال، بإذن الله من خلال هذا البحث الذي نأمل أن حنساهم في وضع استراتيجية تعليمية تقوم على جودة محتوى منهج رياض الأطفال، بحيث أنها تحقق أو تساهم في جودة الخبرات المقدمة للطفل، وبالتالي نضمن جودة مخرجات هذه المرحلة. لهذه المؤتمرات الدولية دور في مواكبة آخر الدراسات البحثية في مجال الطفولة وكيفية الاستفادة منها وخلق جيل واع مثقف قادر على مواجهة مستقبل مليء بالتحديات وتذليلها أمام التجديد وبناء الدولة.